هز الوتد اعتقد ده تعبير شعبي كمان عندنا كتير يعني شعبيه، يقول لك فلان ده هز الوتد. فزي ما قلت كده هي حدوته ان الشيطان حب يعني يمتحن ولاده ان هم اتعلموا يعني. خدوا منه. فقال لهم القريه دي انا عايزها تتخانق مع بعضها تولع في روحها. يا ساتر. فكل واحد عمل حاجه ما جابش النتيجه المرجوه. فاصغر واحد فيهم راح كل اللي عمله ان هو هز الوتد بتاع البقره. فالبقرة حركت رجليها، كانت الفلاحة حاطة ابنها جنبها الرضيع وبتحلب البقرة. فلما البقرة اتحركت الوتد اتهز، فالبقرة خافت فداست على الرضيع. فالأم طبعا انهارت، بس أهل الزوج قال لك لا دي مهملة قتلت ابننا. فقامت الخناقة ما بين هنا وما بين هنا، وابتدى بقى يحصل قتل من هنا وقتل من هنا، البلد كلها ولا. فبيضرب المثل ده اصل حدوته هز الوتد. اللي هو كل واحد فينا ممكن جدا من كتر بقى الاسئله اللي جات لي في الريلز ديت، انه يعني ايه هز الوتد؟ ما احنا برده ما فهمناش. فعملت الهز الوتد اتنين. انه اجي اقول لك ايه، هو انت جوزك جاب لك ايه في عيد ميلادك؟ فتقولي لي والله جاب لي المج ده بس. دي قيمتك عنده؟ طيب شعللتها بالراحه كده، انا قلت كلمه بس.